Hello my students, how are you? I hope all of you are fine. With you Miss Maye Magdi. We are back again to continue our first unit, which is titled as Ready, Get, Set, Go. Are you ready? Let's start. Today we are talking about daily routines. يعني ايه يا Miss May؟ يعني حاجات انا متعود اعملها كل يوم، فبسميها daily routines، يعني حاجات أنا متعود بعملها كل يوم كل يوم كل يوم. أوكي؟ طيب زي إيه؟ تعالوا نشوف. Open your book page number 4. افتح الكتاب بتاعنا page number 4. Let's start with picture number 1. We will start with the first thing we do. إحنا دلوقتي هنبدأ مع أول حاجة أنا بعملها خالص خالص خالص. إيه هي؟ أول حاجة أنا بعملها كل يوم إني بصحى من النوم، صح؟ طيب بقول إيه؟ I get up at 7 o'clock. هنا أنا بصحى كل يوم الساعة 7، يبقى I get up at 7 o'clock. Again, I get up at 7 o'clock. أنا بصحى كل يوم الساعة كام؟ الساعة 7. اوكي يبقى I get up at 7 o'clock. Repeat after me. I get up at 7 o'clock. Excellent. اوكي the second thing we do after getting up. طيب ايه الحاجة التانية اللي بعملها بعد كده؟ يم يم يم. I'm hungry. It's time for breakfast. Yummy. ده وقت الفطار. I eat my breakfast at 7:30. I eat my breakfast at 7:30. أنا بتناول الفطار الساعة كام؟ 7:30، يعني الساعة 7:30. Okay. Then I take my school bag. And what? باخد الشنطة بتاعت المدرسة بتاعتي وبعمل إيه؟ What do I do؟ بعمل إيه؟ Excellent. سامعاكم. I walk to school. بذهب للمدرسة. Excellent. يبقى I walk to school with my mom. أنا بروح المدرسة ماشي مع ماما at 8 o'clock. الساعة 8. الساعة كام؟ Excellent. الساعة 8. Okay. Again, I walk to school with my mom at 8 o'clock. أنا بذهب للمدرسة مع مامتي الساعة 8. Okay. After going to school, بعد ما بروح المدرسة, and we studied a lot, a lot, a lot. Now it's time for lunch. بعد ما روحت المدرسة وذكرت كتير كتير كتير, جه ميعاد إيه؟ Excellent. جه ميعاد الغدا. برافو عليكو. It's time for lunch. ده ميعاد الغدا. I am hungry again. أنا جعان تاني. I have lunch. أنا بتناول الغداء at 1 o'clock. I have lunch at 1 o'clock. أنا بتناول الغداء بتاعي الساعة كام؟ 1 o'clock. Okay. Again, repeat after me. I have lunch at 1 o'clock. I have lunch at 1 o'clock. Excellent. سمعاكم. برافو عليكم. Okay. Let's go to picture number 5. What do I do? أنا بعمل إيه هنا؟ Excellent. بلعب تنس. يبقى I play tennis at 4:30. يعني إيه يا ميس مي؟ يعني دلوقتي جه ميعاد النادي. أنا بلعب في النادي تنس الساعة 4:30. I play tennis at
almost 4. I play tennis at 4:30. أنا بلعب تنس الساعة 4 وإيه ونص. Okay, let's go to picture number 6. تعالوا نشوف picture number 6. What do I do? أنا بعمل إيه؟ مش عارف يا مس مي، مش شايف. طب كده بلعب بالعجلة ولا أنا بعمل إيه؟ تعالوا نشوف. I go home at 5:30. I go home at 5:30. أنا رايح للمنزل، أنا مروحة للبيت at 5:30، الساعة 5:30. I ride my bike. أنا بقى إيه؟ أنا راكبة العجلة بتاعتي. يبقى خلصت لعبة في النادي خلاص. الساعة بقت كام؟ الساعة بقت it's 5:30. الساعة بقت 5:30. طيب أنا هعمل إيه؟ I go home. أنا رايحة المنزل، أنا مروحة. يبقى I go home at 5:30. I ride my bike. أنا مروحة البيت الساعة 5:30 وأنا راكبة العجلة بتاعتي. أنا بحب جدا جدا اللعب بالعجلة. أنتوا بتحبوا اللعب بالعجلة زيي؟ بجد؟ أنا مبسوطة جدا إنكم بتحبوا اللعب بالعجل زيي. إحنا لازم نلعب مع بعض مرة، أوكي؟ اتفقنا؟ أوكي. Now it's time for grammar. Are you ready? Let's go! Today we are talking about the present simple tense. وفي كل تنس هنتكلم عنه لازم نعرف اول حاجه اليوسج. طب ميس ماي، وات مينينج اوف يوسج؟ يوسج مين الاستخدام. هنشوف الاستخدام بتاع التنس دوت ايه. اوكي، ذس تنس اكسبريس اباوت ذا هابيتس. ويعني ايه هابيتس؟ هابيتس يعني عادات. يبقى نمبر 1 عندي في الاستخدام بتاع البريزنت سامبل ذا هابيتس او الهابيتس العادات. For example, they watch TV every evening. هما بيتفرجوا على التلفزيون كل يوم بالليل. طيب. Number 2. He drinks tea in his breakfast. هو بيشرب الشاي في الفطار بتاعه. يبقى هو متعود على كده. يبقى it's habit. Okay. Number 2. Number 2, repeated action. ايه هو repeated action؟ What's the meaning of repeated action يا ميس ماي؟ Repeated action يعني ايه؟ Repeated actions mean this actions happens again and again. معناها ايه؟ معناها ان الاكشن اللي انا بعمله دوت happens يعني بيحصل again and again، يعني مرة ومرة ومرة كتير جدا. For example زي ما احنا شايفين كده I get up at 6 o'clock every morning. انا بصحى الساعة 6 كل يوم الصبح. ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه repeated action. اوكي، وبكده يبقى عرفنا اليوزج بتاعت present simple tense. قلنا number 1 habits، number 2 repeated action. طيب now we need to know its keywords. تعالوا نشوف ال keywords. each tense كل زمن has keywords، بيكون ليه كلمات دل عليه. والكلمات الدالة دي بتكون ايه؟ بتكون refer to this tense، بتكون ايه؟ بتكون بتشير او بتعبر عن الزمن دوت. طيب what are the keywords of the present simple؟ ايه هي ميس ماي الكيوردز بتاعت ال present simple؟ تعالوا نشوف الكيوردز بتاعت ال present simple. number 1 عندي always. number 2 usually. usually. number 3 often. number 4 sometimes. وبكده يبقى عرفنا الكيوردز بتاعت البريزنت سامبل تنس. طيب تعالوا نشوف بقى what is the form of this tense، ايه التكوين بتاع الزمن دوت. تعالوا نشوف الفورم بتاعت البريزنت سامبل مع I we you they. ايه الفورم بتاعته بقى مع I we you they؟ اللي بيجي بعديهم infinitive. what's the meaning of infinitive يا ميس ماي؟ infinitive يعني the first form of the verb، يعني ايه برضو؟ او clean verb.
يعني ايه؟ without any addition، يعني الفيرب بتاعي بيكون الفعل الأساسي بدون أي إضافات. طيب for example عايز أقول أنا بلعب، أقول إيه؟ I play. طيب عندي بعد كده we sleep، هنا قلنا play ما ضفناش ليها any letters، ما ضفناش فيها أي حروف، sleep برضه ما ضفناش فيها أي حاجة. الفيرب عندي هنا إيه؟ infinitive. أوكي طيب عندي إيه تاني؟ you run، they read. اوكي يعني الفيرب بتاعي بدون اي اضافات، الفيرب بتاعي قلنا the first form of the verb. طيب done. اوكي قال لي بس يا ميس ما يتكير بقى مع السنجلر برونونز، ايه ده مالهم؟ تعالوا نشوف اللي هم مين. قال لي اللي هم he she it. مالهم؟ قال لي الفيرب بعديهم بنكون ايه؟ we add s or es or ies to the verb، يعني انا بضيف للverb s or es or ies. امتى؟ هقول لكم الحالات كلها واحدة واحدة. طب ناخد الاول example. for example he plays، ادي play عندي الverb او play، هنا ضفنا له ايه؟ s. okay she drinks، she drinks ضفنا drink letter s. طيب it runs، it runs ضفنا للverb هنا letter s. طيب امتى يا ميس ما يضيف للverb s or es or ies؟ number one عندي in generally we add s to the verb. for example عندي read بقت reads ضفنا لها s. طيب هتبقى زي الصورة اللي قدامي كده she reads، يبقى كان عندي الverb في الاول ايه؟ read، عملنا ايه؟ ضفنا له ايه؟ s. okay number two play بقت plays، ادي عندي play ضفنا لها s بقت plays. طب ال sentence بتاعتي he plays، ادي ال subject بتاعي he بعد كده الverb plus s he plays. okay طيب امتى يا ميس ما يضيف للverb es؟ we add es to the verb if the verb ends in x o s s s c h s s، يعني لو الverb بتاعي يا ميس ما انتهى ب x او o او s s او c h او s h بضيف لي es. for example number 1 عندي go. طيب لما جيت اضيف go مع السبجكت بتاعي اللي هو she بقت goes. طب ليه يا ميس ماي هنا قلنا goes؟ لان الفيرب بتاعي go اللتر الاخير اللي فيه o، واحنا قلنا لو الوردز بتاعتي او الفيرب بتاعي انتهى بلتر o بضيف لي es زي ما احنا شايفين. طيب عندي wash، wash wash انتهت بايه؟ ب s h. طيب لما جيت اضيفها مع هي هضيف لها e s. ليه يا ميس ما يضيفنا لها e s؟ لان wash انتهت بايه؟ ب s h. تاني هرجع لنمبر 1 go، هشوف الفيرب بتاعي انتهى بايه؟ الفيرب بتاعي يا ميس ما انتهى بليتر o. طيب يبقى ايه؟ we add e s هتبقى go، هتبقى goes. طيب الفيرب التاني اللي عندي wash، طيب هبص برده على الانس letters بتاعته s h يا ميس ماي، يبقى washes هضيف له e s. اوكي طيب اوكي يبقى احنا كده عرفنا امتى بضيف للفيرب s وامتى بضيف للفيرب e s. طيب انت بقى يا ميس ماي بضيف للفيرب بتاعي i e s، تعالوا نشوف number 3 تالت حالة عندي اللي هي ال IES. قال لي we add IES to the verb if ends in a consonant plus Y، يعني if the verb ends in Y وقبله consonant، لو الverb بتاعي انتهى بلتر Y وقبله consonant اللي هو الحرف الساكن، هعمل ايه؟ we cancel Y and add IES، هكنسل ال Y هشيل letter Y وهضيف مكانه IES.
Okay, for example, study. عندي هنا study. Okay, study ends in y وقبلها حرف ساكن. يبقى هعمل ايه؟ هحذف الواي and add i e s زي ما انتوا شايفين. study اهي اخر لتر فيها كان عندي y. طيب وقبل الواي كان عندي consonant حرف ساكن اللي هو d. طيب هعمل ايه؟ هكنسل لتر y، هشيل لتر y واضيف i e s. اوكي تمام، يلا نحل مع بعض الاكسرسايز دوت. هنا مطلوب مني correct. يعني ايه correct يا ميس مي؟ يعني اصحح. جايب لي الفيرب غلط، مكتوب غلط، مطلوب مني اصححه. اوكي نمبر 1، I what؟ جايب لي هنا gets up at 6 o'clock. طيب احنا قلنا مع I we you they، قلنا الفيرب بتاعي بيكون infinitive. اوكي طيب gets كده صح؟ Raise your voice. Excellent. No. كده جيت غلط. يبقى المفروض الفيرب بتاعي يبقى infinitive. Okay. وانا يعني infinitive؟ يعني clean verb. طيب. هتبقى برافو عليك وشاطرين. Get. هتبقى get. I get up at 6 o'clock. Okay. Number 2. She eat sandwiches. She eat، هي كده eat صح، مع she هتبقى eat. احنا مش قلنا مع he وshe وit، يبقى الverb plus s or es or ies. اوكي eat هتبقى excellent، برافو عليكو، هتبقى eats، هضيف لها s. برافو عليكو شاطرين جدا. طيب number 3، I goes to school. ايه ده يا ميس مي؟ هنا goes ازاي؟ احنا مش قلنا مع I we you they، يبقى الverb infinitive. برافو عليك وشاطرين. طيب يبقى goes دي هتبقى برافو go. هعمل ايه؟ we cancel e s، كنسلنا ال e s. برافو عليكو. طيب number 4، he listen to music. هي listen تبقى listen كده صح؟ no. طيب المفروض هتبقى ايه؟ برافو عليكم سامعاكم شاطرين جدا. listens هضيف لها letter s، تبقى he listens to music. ليه هنا قلنا او ليه هنا ضفنا letter s؟ لان احنا قلنا يا ميس ماي مع present simple مع he she it، بيبقى الverb plus S or ES or IES. برافو عليكم. طيب number 5، they often visit their uncle. visits كده صح؟ no. امال ايه؟ برافو عليكم infinitive. يبقى I we you they plus infinitive. طيب visits كده صح؟ قلنا no. طيب هتبقى ايه؟ visit. برافو عليكم وشاطرين جدا، شاطرين جدا جدا النهارده، برافو عليكم. اوكي احنا بكده نكون خلصنا الفورم والكيوردز بتاعت البريزنت سامبل، وبكده نكون خلصنا lesson 2. وان شاء الله in our next video، في الفيديو اللي جاي I will teach you how to tell the time in English، هعلمكم ازاي تقولوا الوقت او تقروا الساعه بالانجلش. اوكي I hope this video was simple and interesting. وزي ما عودتكم هسيب ليكم لينك الهومورك في الديسكريبشن تحت. Don't forget to subscribe our channel. تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. Thanks for watching. See you soon. Bye.